يعني اللي بيعرفني شخصيا بيعرف حبي للرياضة وللرياضيين، فما بالكم لما إنجاز أردني عظيم بتحققه مدربة رائعة، يعني مش بالوجه ولكن اسمها سابقها بتدريب الرياضة بشكل عام، لكن هي تكون مشاركة ببطولة لأول مرة بتمثل فيها الأردن وتحصل على ميداليتين خلال مشاركتها بمباراتين، فهذا شيء إنجاز عظيم لنا بالأردن. حازت على ميدالية فضية وميدالية برونزية في رياضة الكاتلبل، وقدرت أنها تحط العلم الأردني ضمن هاي القائمة وتحط اسم الأردن أيضا في هذه البطولة. الكاتلبل سبورت أو رياضة الكاتلبل هي رياضة يمكن ما بنسمع عنها كثير، ولكن منى البيطار قدرت تحقق هذا الإنجاز. خلينا نشوف هذا التقرير الصغير ونرجع لمنى بيطار بالاستوديو. Hands down, side kick. Extend that leg. لبره. Bring it in. يعني اول يوم انا بس يوم الاربعاء ما بكون بهذا المحل الصبح بليفت. بدنا نصبح كمان على ساندرا، نقول كمان نقول لها جود مورنينج. يعني الصراحه هذا الجيم غير حياه كثير من الناس، منى غيرت كثير من حياه الناس، وايضا قدرتي انك تحطي اسم الاردن برياضه الكاتلبل عالميا. صباح الخير. الله يسعد صباحك رندا، ويسعد صباح كل المشاهدين اليوم الصبح. يعني منى احنا فخورين جدا فيكي. عم نحكي عن رياضه الكاتلبل، بدي تشرحي لنا شوي عن الكاتلبل سبورت بشكل عام. تمام. رياضة الكاتلبل سبورت هي عبارة عن رياضة مثل أي رياضة تانية، عبارة عن رفع أوزان، بس أوزان زي ما شفتوها بالتقرير اللي قبل، وهي عبارة عن ثلاث رفعات بيعملها اللاعب، إما الخطف والنتر أو خطف أو النتر اللي هنا كلين اند جيرك، سناتش وجيرك. وفي متباريين بينزلوا ب 2 كيتل بيلز للنتر والخطف والنتر، اما الخطف السناتش هي للذكور والاناث 1 كيتل بيلز. احنا شفنا مشاركتك بالسناتش وكلين اند جيرك وحصلتي على ميداليه فضيه عن الكلين اند جيرك، وعن السناتش حصلتي على البرونزيه. الحمد لله. يعني منى اول مره انت عم تشاركي بهاي البطوله، بس المفاجاه اللي بدي اخليها للمشاهدين، قد ايه لك بس عم تتدربي على هاي البطوله؟ هلا انا صار لي بستعمل الكتل بيلز بتمريني للقوه واللياقه البدنيه فوق العشر سنين، اما الكتل بيل سبورت كرياضه صار لي بالضبط 18 شهر بس عم بتدرب عليها، والكلين اند جيرك اللي حصلت على الميداليه الفضيه فيها صار لي بس بالضبط 10 اسابيع عم بحضر لها قبل ما انزل بالبطوله. طيب احنا عم نشوف هلا عم تعملي كلين اند جيرك مش هيك؟ هلا عم بعمل جيرك. تفضلي اشرحي لنا هلا هاي الدبل كاتل بيل. يس، سو هاي الدبل كاتل بيل جيرك. هلا برياضه الكاتل بيل سبورت اول ما بلشت بالثمانينات، بلشت بروسيا، كانت رياضه بس للذكور، كان ممنوع الاناث فيها. لحديت اول التسعينات جددت الرياضه وبلشوا السيدات انتشار بالضبط انتشار الرياضه للسيدات.
بس كانت بالاول بس سناتش وسنجل كاتل بيل، وعلى مدار اخر كم من سنه انتشرت الرياضه اكثر وصار في ايكواليتي بين الذكور والاناث، انه حتى الاناث ممكن انهم تكمبيت بدبل كاتل بيلز. يعني منى كيف كان شعورك؟ يعني انا بتذكر لهلا لما شفت صوره العلم الاردني بين الاعلام، يعني كان فعلا فخر كبير لنا انه نشوفك عم بتمثلي الاردن بمثل هاي البطوله، لكن هم ايش كان شعورهم انه هاي أول مشاركة للأردن وقدرتي أنك يعني تحصلي على المركز الثاني والثالث؟ وصراحة يعني ما إلك بهاي اللعبة مثلا سنوات كبيرة كفكرة مباراة أو أنك تكوني متبارية، فكيف كان شعورهم عن الأردن عن مشاركتك؟ انبسطوا كتير انه في اول دولة عربية هي اكشلي الاردن. مزبوط انا مثلت الاردن لاول مرة بهاي الرياضة، ولكن بتاريخ الرياضة الكاتل بيل سبورت ما عمره كان في اي بلد او لاعب عربي عمره شارك من اول ما بلشت الرياضة بتاريخها. فانت اول لاعب اردنية وعربية؟ نعم. واو. فطبعا كانوا مبسوطين كتير وكتير انبهروا من انه يعني في ناس استغربوا انه بس صار لي 18 شهر عم بتدرب، انه حتى في ناس من الفريق البريطاني والفريق السكوتلندي اللي هن تيمز كتير كبيرة انصدموا لما قلت لهم انه صار لي 18 شهر عم بتدرب، حكوا لي انه وجاي على بطولة عالم. فكان بالنسبة لي يعني حافز كبير اني اعمل قدر المستطاع، وخاصه اول ما فتت على صاله الكومبيتيشن وشفت العلم الاردني عم بيرتفع بين 26 علم بلدان ثانيه. كان في 26 دوله مشاركه، 27 مع الاردن. مع الاردن. Yes. طيب منى، الخطه اللي عم تفكر فيها لقدام لرياضه الكاتل بيل في الاردن، ايش راسمه؟ عم بتفكري انك تبلشي فريق، تبلشي منتخب لهذه الرياضه؟ يعني بنعرف في العاب قوه، بنعرف في باسكتبول، كره سله، كره قدم، فبالكاتل بيل بالتحديد. هلا الخطه هي انه اول شيء تدخل الاردن على الرياضه وننشر الرياضه عبر الميديا والسوشيال ميديا، ويكون في اول لاعب اردني يعني طبعا يشارك. والخطه الجايه هي انه نبلش نكون فريق اردني ان شاء الله من هون للسنه الجايه، اللي يطلع معي لو شخصين او ثلاثه تفرجوا على الكومبيتيشن وعجبهم الفكرة، أني رح أبلش أدرب ناس ورح أفتح التدريب لمين ما كان حابب يجي يجرب، لحتى نبلش نكون فريق. ومن بعد هيك إن شاء الله أشوف شو البروسيجر أنه نعمل اتحاد للكاتل بيل سبورت للأردن. وأكشلي حاليا كان في مؤتمر بعد الشامبيونشيب بإيطاليا، وكانوا عم يتناقشوا بأنه عم بيحاولوا هلأ إنهم يدخلوا الكاتل بيل سبورت على الأولمبيك، على الأولمبيك، على الأولمبيك جيمز، على الأولمبياد. يعني إن شاء الله، وإحنا نتمنى هذا الإشي يصير إن شاء الله. منى بيطار رفعت راسنا ورفعت راس الأردن. أنا بدي أحكي كمان إنه منى مدربتي من 6 أشهر، وأنا يعني دائما حبي للرياضة كان موجود، ولكن بلفت معاكي يعني فعلا نظرتنا للرياضة صار أسلوب حياة أكثر من أي شيء ثاني. ألف مبروك لك، رفعت الله يبارك فعلا فيك. وهي الميداليات كمان قاعدين جنبي بس عشان افرجيكم اياها، بلكي خليتهم معي. نتامل لقدام. فشكرا كثير لك منى. ثانك يو لك. يعطيك الف عافيه. الله فعلا ان شاء الله نشوفك بالبطولات القادمه، ومش بس هي مبدا الجائزه انه او هذا، لكن مبدا انك كامراه او اول اردنيه وعربيه بتشارك بهالبطوله. شكرا لك. ثانك يو. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك. فاصل قصير.